الحقوا يا جماعة إن السجون الشرقيون هنا السجادة بربع تمنها، السجادة ب 500 جنيه، إن السجون الشرقيون قطيفة تقيلة وسجادة محترمة. الحقوا بسرعة، عروض معرض كتانة يوم الخميس والجمعة، عاملين السجاد بربع تمنه إن السجون الشرقيون والتركي كمان. دي كده في العرض 950، تمام صح كده؟ مظبوط سعرها يعني السجاده دي 950، سجاده مقاس 140 في مترين وعليها سجاده هديه مقاس 120 في مترين. الاثنين دول ب 950. 950 في منهم اشكال والوان طبعا، في كل الاشكال وما بنجبروش حد على شكل معين، اي شكل ينقي، عايز واحده شكل، واحده شكل، عايز اثنين شبه بعض موجودين. لو انت عايزه الاثنين واحد يبقى هتلاقيهم اشكال ثانيه غير دي خالص. طبعا استاذ يوسف صاحب معرض كتانة، سجاد كتانة يا جماعة، وهو حابب يعمل لكم العروض بنفسه النهاردة ويقول لنا سعر السجادة كام. بصوا شكل السجادة عامل ازاي، هاتها كده كده، نعمل زوم عليها كده. بصوا شوف برضو بصوا شكلها عامل ازاي، كام بتاعي بيتها وبرتها عالية، قطيفة على سوق، دي قطيفة على صوف، دي تقيلة جدا ما شاء الله. دي مصنعها مصر، هنا تقفيل في مصر، بس الحمال بتاعتها والتقفيل الحمال بتاعتها والتصميمات بتاعتها تركي. تركي تمام. دي عاملة كام؟ دي هتعمل معاكي 850، ودي بقى متاح منها كل الرسومات والألوان بتاعتها، درجات الألوان كلها. دي عاملة كام؟ دي هتعمل معاكي 850 جنيه؟ أيوه. دي سعرها 850 في العرض؟ اه. الحقوا السجاد لو عروسة بتجهزي الحقي نفسك، لو ست بيت عايزة تدفي الشقة في الشتاء، السجادة ب 850 تركي. بصي الوبرة بتاعتها، بصي تقيلة جدا السجادة ما تقدريش تشيليها. بصوا دي ب 850؟ طب والله العظيم يا بلاش، الكحلي دي فظيعة. دي برضه البيش بتاعتها مقاس 2 في 3 صوف، كما تقيلة مضغوطة. ده 2 في 3 سوق، ده النساجون برضه؟ ده النساجون اه. دي بقى كل الأشكال بتاعتها. بصوا كده، دي واحدة وعليها واحدة هدية؟ لا دي سجادة لوحدها. السجادة بكام؟ السجادة هتعمل معاكي 1050 بدل من 1400. يعني 2 في 3، بصوا كده حجمها. دي 2 في 3 قطيفة وبر عالية بالضبط. صح كده؟ وفي بقى رسومات كتيرة 1050؟ تبقى 1050. 1050 وقلنا السجون اه، مقاس متر ونص في مترين. أنت متأكد إن أنت السجاد ده بتكسب فيه؟ والله العظيم عامل فيه أقوى عروض. ده صاحب المعارض يا جماعة في اسكندرية وفي القاهرة هنا. عشان كده عاملين العرض يومين بس، يعني الخميس والجمعة الجايين. يعني العرض ده الخميس والجمعة الجايين اللي هم يوافقوا كام في الشهر؟ 11. يوم 2/11 و3/11. يعني يوم الخميس الجاي والجمعة الجاية يا بنات، يوم 3 و2/11، يوم 2/11 و3/11. ايوه واحده من كدا. دول عامله 500، دي ب 500 جنيه. ايوه بالظبط، مقاس متر ونص ب 215 كذا رسم. دي بكام؟ دي هتعمل معاكي 350. السجاده ب 300، دي اللي هي خامه عاديه الكوليكشن، السجاده الكمبيوتر. الكمبيوتر ده الكمبيوتر اللي هي ب 350. رسومات المطابخ دي ب 350. ب 350 ايوه مظبوط ما شاء الله. طب والله حلوه قوي. وبرده مقاساتها اهي، المترو 60 هيعمل معاكي 450 بتلوينات وتصميمات مختلفة، كذا رسمة وكذا شكل. ده الكمبيوتر. اه. دي بكام؟ النساجون الخامة العالية. دي النساجون الشرقيون درجة أولى. صح كده؟ أيوه بالظبط. دي بكام؟ أي سجادة دول هتعمل معاكي 750 بتلوينات وتصميمات. دي قطيفة في صوف؟ لا دي قطيفة في خامة إجلالي. ما شاء الله تحفة. بصوا كده. دي ب 800 ولا 750؟ 750. 750؟ بدل من 900. ما شاء الله تحفة. بصوا وده مقاس كده متر 60، دي النساجون الشرقيون صح كده؟ ايوه بالظبط، دي الكبيرة بتاعتها، مقاس متر 60 في 22. ما شاء الله. بصوا دي تحفة، دي برضو ب 850؟ لا ده المقاس الأكبر هتعمل معاكي 1150. دي 1150. ايوه بالظبط. ما شاء الله تحفة والأشكال تحفة. بصوا مش شعبي خالص، الشعبي الكمبيوتر ب 350 اللي احنا وريناه لكم. لا بصوا كده الوبر اهي عشان تبقوا شايفين. بصوا اهو خامه عاليه جدا، 20 ب 1150. 1150 ايوه. ودي جميله قوي ما شاء الله، برده رصاص الكحل الشاي. بصوا كده ودول بقى مقاسات 2 في 3 بتوحل الكبيره اللي فوق ده بكام بقى؟ الاثنين في 3، الاثنين في 3 اي واحده فيهم هتعمل معاكي 1650. يعني اكبر حاجه، اكبر سجاده ب 1600. ايوه بالظبط 1650، اللي بتتباع بره ب 3000، بتتباع بره ب 2500 ب 2300 وكده. السجون الشرقي ب 3000، هنا ب 1650 يا جماعه.
نيجو هنا كده المقاس متر وستين في 32. دي سجادة نساجون خامة عالية جدا برضو زي ما انتوا شايفين، على صوف كلها صوف، بس الرسومات الموديل قديمة، الموديل بتاعها قديم، رسومات قديمة شوية. دي بس ده سجاد جديد متخزن، دي خامة عالية قطيفة عالية بالزبط. برضو بصوا اهي، هي عشان موديلاتها قديمة بس شوية، بس الموديلات قديمة بالظبط. دي سعرها كام؟ دي سعرها يعمل 480، دي يعني اقل من 500 جنيه بالظبط. دي سجادة زي ما انتوا شايفين كما عاليه ارتفاع 5 سنتي. والموديل بتاعها تركي، تصنيع تركي. البادج اهو، وموجود منها الالوانات ديت بس، عامله اللون المستردة والموف، الموف واللي هو التركواز. التركواز اهو. طب المقاسات والاسعار، دوت مقاس 140 في مترين هتعمل معاكي 700. ومقاس متر وستين في مترين 20 هيعمل معاكي 900. ومقاس 2 في 3 هيعمل معاكي 1350. الاسعار ديت اضربي اي حاجه من اللي انا بقولها بصوا كده الشكل الاشكال. بصوا هو استاذ يوسف مش قادر يفرد السجاده من تقولها ما شاء الله. السجاده تقيله جدا. بصوا الفرزاتشي حلوه. لا دي مش فرزاتشي، دي ايه؟ دي كلاسيك. دي كلاسيك صح كده؟ ايوه بالظبط. بصوا بقى دي كل اللي موجود. بصوا الحاجات دي، مفيش فرزاتشي؟ في فرزاتشي، ورينا الفرزاتشي برده. ايه جايه. بصوا كده الجمال ده كلاسيك، دي عليها خصم 50%، كل اللي بيتعرض ده عليه خصم 50%. ده كله مستورد. انا سامعه هي ظهرت في الفيديو انت بتقولها. بصوا دي الفرزاتشي، بصوا الجمال تحفه. ده تركي صح؟ ده تركي، كل السجاد ده تركي ما شاء الله. ودي برده الحته الكحلي دي كويسه جدا ما شاء الله. كل اللي انا بفرده ده عليه خصم 50%، وفي منه كل الاشكال. انا بقى ممكن اخد بقى جوله كده عشان ما اطولش عليهم الفيديو. يا استاذ يوسف بصوا يا جماعه، كل السجاد اشكال والوان هنا في معرض كتانة. طبعا صاحب المعارض استاذ يوسف اللي منورنا النهارده في الفيديو، وشرف ليا والله العظيم. السجاد كل اللي انتم شايفينه ده من اول الكمبيوتر لحد جميع الشركات النساجون والتركي عليه خصم 50% في معارض كتانة يوم الخميس والجمعه، يوم 2/11 ويوم 3/11. اي سجاده تعجب مشاهدين حضرتك يجوا بيها بسكرين وهنطلعها على طول. يعني اللي يعجبه اي سجاده هنا ياخد بيها سكرين ويجي بقى يوم العرض يشتريها على طول. يشتريها على طول، تجيبوا له اللون اللي هو عايزه والمقاس اللي هو عايزه بالظبط. عايز اكد على حاجه اخيره معلش. اتفضل. احنا عندنا استبدال واسترجاع زي اي محل، مش 14 يوم وكده، احنا بنبدله بنرجعه معاك لحد شهر شهر ونص، اهم حاجه تبقى الحاجه بحالتها ما شاء الله بالزبط. ما شاء الله. ادي السجاده اهو، كل ده عليه خصم 50% زي ما انتم شايفين كده في معارض كتانة. طبعا فرع القاهره هقول لكم العنوان والتفاصيل، وفرع اسكندريه هقول لكم العنوان والتفاصيل. صح كتانة للسجاد اهو. بصوا كده دي مقاس متر وستين في 2 متر 20. وديت الرسمه الثانيه بتاعتها الفرزاتشي. الفرزاتشي دي بديل السجاد. اي بص موجود من يوم العرض اكتر من 500 حافظه في المكسب موجودين. المقاس متر وستين هتعمل معاكي 315، ومقاس 2 في 3 بتاعها هيعمل معاكي 415. يعني الفرزاتشي دي الكبيره منها ب 415. تمام. بصوا ده من مصانعهم، وده المصنع بتاعنا اهو بال بديل السجاده. انت بتاخديها مغلفه كده بالتيكت بالظبط اهو بالشكل ده، وموجود منها المقاسات كلها مشفيات على البيت و80 و60. تسلم يا استاذ يوسف، وبجد انا مبسوطه بالعروض اللي انت عاملها للمتابعين. تسلم. انا اللي مبسوط. تسلم.